تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام. يبدو أن السلطة الفعلية في سباق ضد الزمن لإقناع الجزائريين بأنهم انتقلوا إلى مرحلة أخرى، مرحلة ما بعد عقبة الدستور أو الجزائر الجديدة كما سماها السيد تبون، في الوقت الذي ما تزال تطرح فيه أسئلة كثيرة عدها مراقبون شرعية تلخص ما يجري في مشهد سياسي ضبابي مليء بالعقبات، أبرز ما فيه استمرار غياب الشرعية، وهذا ما تجسد أثناء الاستفتاء الأخير على الدستور، لأن غالبية الجزائريين مضوا في طريق المقاطعة والقطيع لسلطة ما بعد ديسمبر وللمنظومة ومشاريعها كلها. وها هي مؤسسة الجيش عبر قيادة الأركان تريد التأكيد من خلال مختلف النشاطات والجولات التي قام ويقوم بها سعيد شنقريحة في كل أسبوع تقريبا بأنها الحاكم الفعلي للبلاد، ولعل تنظيمها لندوة حول الإعلام دليل على تدخلها السافر في المشهد السياسي، لا سيما أن للإعلام في الجزائر وزارة يقودها السيد بلحيمر، والذي بدأ أخيرا أنه أجبر على أن يكون ضيفا خلال هذه الندوة بدلا من ممارسة صلاحياته في الحديث عن قطاع الإعلام وتداعياته وانعكاساته. سعيد شنقريحة ذكر الجزائريين مشاهدين بالراحل قايد صالح لما كان يحذر الجزائريين بالعدو الوهمي والأخطار المحدقة بالبلاد وتربص الأجانب بالوطن وما إلى ذلك، كل هذا مشاهدين يحدث في غياب السيد تبون الذي لم يظهر له أثر أو خبر. اللهم بعض بيانات الرئاسة المتأخرة والمحتشمة التي تؤكد استمرار تلقي العلاج من فيروس كورونا في ألمانيا. وبخصوص هذا الوباء القاتل، فقد كنا البارحة نثري النقاش حول دق الجزائريين ناقوس الخطر بصوت عال حول عدد الإصابات المرتفعة جدا بهذا الفيروس، بل صارت لدينا أرقام قياسية منذ أبريل الماضي. ورغم كل النتائج فنحن نقف على تهم متبادلة وتصريحات مضادة عن أسباب ودوافع زيادة الإصابات، إذ هناك من يصر على اتهام السلطات بالتقصير والاستهانة بالفيروس القاتل وإيثارها في الأول في بدايات الأولى التصدي للحركة السلمي على حساب هذا الفيروس. هناك أيضا الحديث عن عدم توعية المواطنين بما يكفي، بالإضافة إلى سماح السلطات بتجمع مواطنين في للترويج للانتخابات أو الاستفتاء فيما سبق، خاصة عن طريق حزبي الأفلان والأرندي في وهران وقسنطينة ومدن أخرى، وعدم التزام المواطنين بالقيود الصحية المطلوبة. واليوم سنطرح من جديد انشغالات المواطنين حول الدوافع التي أدت إلى ارتفاع الإصابات، عن حال المراكز الاستشفائية في الجزائر، أو بالأحرى عن المنظومة الصحية التي جعلها السيد تبون في المرتبة الأولى مغاربيين وإفريقيين، ثم اختار فيما بعد الانتقال لألمانيا للعلاج تاركا المستشفيات الجزائرية لعامة الشعب. نتابع بداية مشاهدين هذا التقرير ثم نعود للحديث مع ضيوفنا. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكركم بأن الدفاع الوطني يتطلب تظافر وتنسيق جهود الجميع، أفراداً ومؤسسات بما فيها الإعلام الوطني، للتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا، وضرورة التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم ومنطقتنا خصوصا.
طيبة لكم مجددا مشاهدينا الكرام، تحية لضيوفنا الكرام الذين انضموا الآن لمناقشة محاور الأسبوع أو عناوين الأسبوع، قضايا الأسبوع كما عودناكم كل يوم سبت. معنا بداية الأستاذ محمد بن عيسى الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي، معنا من باريس عبر سكايب. أستاذ محمد، ماذا يمكن أن نعلق على هذه المرحلة التي دخلتها الجزائر اليوم؟ هل توافق من ذهبوا إلى أنها مرحلة محفوفة بالمخاطر بضبابية المشهد السياسي، خاصة وأنه بدأ أن السلطة الفعلية التي تقودها قيادة الأركان تصر على أن المرحلة الجديدة فيها كل شيء عسكري، كل شيء أخضر اللون؟ بعبارة أخرى، هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تحضر غائبة اليوم، وعلى رأس ذلك سيتبون ولا بديل عن تمرير الدستور. مرحبا أخي عثمان، وشكرا على الدعوة. مرحبا بكل متتبعين قناة أوراس تيفي. شكرا لك. النظام الآن وجد نفسه في مأزق حقيقي. نعم، نحن الآن نعيش من أخطر اللحظات والمراحل السياسية التي تمر بها الجزائر. هذه المرحلة في الإطار لعنها الزمني تعتبر جد خطيرة لعنها الأسباب الكثيرة التي سوف نذكرها والتي يعلمها أغلب الشعب الجزائري، خاصة منذ اندلاع حراك 22 فبراير. منذ اندلاع حراك 22 فبراير رأينا مباشرة بعد سقوط الواجهة، ولا بعد سقوط نظام بوتفليقة الذي حقق إلى حد معين يجب أن نعترف به نوع من التوازن بين السلطات، بين المؤسسة العسكرية وعنها السياسيين أو رئاسة الجمهورية، فقد استطاع أن يعزل أقوى الجنرالات إلى حد عنها يوم عزله، وهو الجنرال توفيق. ثم مع مرضه والأحداث التي تعرفونها جميعا ومجيء الحراك الشعبي، رجعت المؤسسة العسكرية للواجهة وقامت بالسيطرة الكاملة على المشهد السياسي وعلى كل مؤسسات الدولة بما فيها حتى أجهزة المخابرات والجانب السياسي، وهي من فرضت الأجندة منذ 9 أفريل إلى 12 ديسمبر. هي من فرضت المشهد، وهي من أحدثت وصنعت كل المشهد السياسي الذي نعرفه. طيب، الآن بعد ما حدث مع تبون ومرضه، ورقة الطريق النظام تسقط، والتي كانت عبارة عن انتخابات رئاسية من أجل تجديد الواجهة السياسية ورئيس للجمهورية، ثم تعديل للدستور من خلاله تقول للمعارضة وللحراك وللخارج بأن الجزائر دخلت في عهد جديد، ثم انتخابات تشريعية ومحلية. كل هذه المحطات التي ربما حققت منها مرحلتين، والثالثة التي كانت التي ننتظرها جميعا، كلها سقطت، لأن المحطة الأولى التي بنيت عليها خطتها سقطت بسبب مرض تبون. الآن طيب، سنعود إلى تبون سي محمد، لكن الحديث عن الدستور الآن. رغم تلك المقاطعة القياسية للجزائريين، لكن بدا للجميع بأن السلطة تريد المرور وتريد الاستمرار في خطتها، ليس هنالك أي عامل يعيدها إلى الوراء، ليس هنالك شيء يدل على أنها تابت أو أرادت أن تأخذ شيء من العبرة والعظة مما حدث. الجزائريون بالملايين قاطعوا هذا العرس، السلطة سمته عرسا، لكن مع ذلك السلطة تبنت هذه النتيجة الدنية جدا، نتيجة لا يمكن اعتبارها قياسية، لا يمكن القبول بها لشرعية هذا الدستور، ولكن مع ذلك كما ترى أنها وافقت على ذلك، والمجلس الدستوري أعتقد أول من أمس أعطى رسمية وتثبيتا لهذه النتائج. يا عثمان، يجب أن نعلم بأن ورقة الطريق التي كنا نتكلم عليها كانت مسطرة ومخطط لها قبل مرض تبون. المفاجأ هو مرض تبون. أما النسبة أنا أقرأها كالآتي، أن النسبة كانت معتمدة ومخطط لها من أجل الدخول في المرحلة الثالثة، وهي الانتخابات التشريعية والمحلية. الهدف من هذه النسبة، وقد سمعناها من طرف الكثير من الناطقين الرسميين باسم هذا النظام، يقولون بأن النظام لن يزور، والنظام الآن اعتمد معناها الشفافية، واعتمد معناها يريد الدخول في العملية السياسية بشكل حقيقي، والهدف هو كان واضح جدا. ولكن عندما مرض تبون بهذه الطريقة المفاجئة والخطيرة، لأنه تبون يجب أن نعترف بأنه في وضع خطير، اختلت الموازين وأصبحت هذه النسبة لا معنى لها، وبالعكس فهي لا تفيد النظام، وهي تعنيها تزيد في قوة من حيث ماذا؟ ربما قد تسأل يا أستاذ محمد، أنت قلت أن الموازين اختلت، لكن كيف؟
قد يسأل المشاهد من حيث ماذا اختلت الموازين، وأن المؤسسة العسكرية تبسط سيطرتها وهيمنتها منذ سنوات وسنوات، ما الذي تغير حتى تتغير هذه الموازين؟ نعم أخي عثمان، الموازين تغيرت. المؤسسة العسكرية في الجزائر لم تكن تحكم بالشكل المباشر أو بالطريقة المباشرة. المؤسسة العسكرية في الجزائر كما هو معروف تحكم من خلال الواجهة السياسية، من خلال الرئيس المدني والأحزاب وما يسمى الديمقراطية الواجهة، أحزاب. نعم فهمتك، واصل أستاذ محمد. نعم، أحزاب معارضة كما قال تبون، نحن لدينا 140 جريدة، قنوات خاصة، نوع من الفولكلور السياسي، وهي تقول لي نعم هناك طبقة سياسية تحكم في الجزائر، والجميع يعرف الذي يتتبع النظام السياسي الجزائري يعرف بأنه النظام السياسي يحكم فيه مجموعة من الجنرالات. صراعات داخل هذه المؤسسة بين الجهاز الأمني، تغلب الجهاز الأمني على الجهاز العسكري على قيادة الأركان، الجميع يعرف هذا. نعم. حتى في الميدان، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الإعلامي، المؤسسة العسكرية تسيطر على كل الواقع. بسقوط وانتخابات 12، الهدف منها كان هو إعادة استرجاع هذه الواجهة المدنية. فالآن بمرض تبون نحن رأينا بعد عزل بوتفليقة من كان يسير الجزائر مباشرة، كان القايد صالح هو من يسير، وكانوا في حرج كبير من هذه الطريقة في التسيير، لأنها تختلف وتتناقض مع عقيدة التسيير في الجزائر التي تختفي وراء المسير المدني. نعم. بعد مرض تبون اليوم نرى أن المؤسسة العسكرية رجعت إلى نفس الوسائل، وترى أن شنقريحة حاضر بقوة في حتى قبل تعديل الدستور من خلال الترويج للدستور، وخرجاته كل خرجاته تؤكد للجميع للداخل وللخارج بأن الجيش هو المسيطر، وهذا يتنافى كلية مع النظام الجمهوري والصورة التي تريد أن ترسمها ويرسمها الجنرالات للخارج بأن الجزائر دولة ديمقراطية. نصف ديمقراطية ونصف ديكتاتورية، أي بين البين. نعم، خليك مع أستاذ محمد. الجميع بأنها دولة عسكرية 100%، لأنه إذا غاب الرئيس المفروض هناك وسائل، هناك قوانين، هناك دستور، هناك من يخلف الرئيس، هناك مؤسسات. إذا كنا في جمهورية، نحن في دولة مؤسسات، هناك مؤسسات تخلف الرئيس، نحن مباشرة إذا سقط الرئيس يظهر قائد الأركان والمؤسسة العسكرية. طيب. من خلال ملء الفراغات وكأنها تظهر للداخل والخارج بأنها موجودة ولا زال تسيطر. طيب أستاذ محمد، على الوضع الآن نحن في أمس الحاجة لقراءة قانونية طبعا لهذه المرحلة ولنتائج المجلس الدستوري. نسعد بانضمام الأستاذ عبد الله هبول، رجل القانون والمحامي والناشط حقوقي، أحد المدافعين عن الناشطين والنقابيين ومعتقلي رأي الحركة السلمية. أستاذ عبد الله، أي قراءة تضعها لهذا المشهد الآن في الجزائر؟ كنا نتحدث عن هذه المرحلة التي دخلتها الجزائر وبالأحرى لوحظ فيها إعلان هذه النتائج يتباهون بها، أن هذا المولود الجديد باركته مؤسسة الجيش للمواطن، باركت هذا المولود الجديد وهو الدستور، ومضت في إعلان النتائج عن طريق المجلس الدستوري. أي قراءة تضعها لهذا المشهد؟ مساء الخير أستاذ عثمان، تحية لمشاهدي قناة أوراس تي في ولضيوفك. أولا، المباركة لنتائج الاستفتاء الدستوري جاء من طرف رئاسة الجمهورية، أولا من خلال البيان الذي نشر، والرئيس تبون غائب منذ أيام عديدة، متواجد في ألمانيا للعلاج. ثانيا، بعد هذا البيان تأتي افتتاحية مجلة الجيش التي أيضا تبنت أو سارت على نفس النهج، بمعنى أن هناك رؤية واحدة وخطة متفق عليها ما بين الرئاسة وقيادة الجيش. كل هذا على ماذا يدل؟ يدل بأن صاحب المشروع الحقيقي وهو السلطة الفعلية، وهذه خارطة الطريق قد رسمت في عهد الفريق القايد، رسمها النظام في عهد الفريق قايد صالح بعد سقوط بوتفليقة. إذن دليل على ذلك أنه تبون في حد ذاته هو مرشح السلطة الفعلية. اعتماد هذا النتائج من طرف النظام لن يأتي في تقديري بحل، أو لن يكون بحل لهذه الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد،
ازدادت خطورة بمرض الرئيس. لماذا؟ لما نرجع لنصوص الدستور ونص نحللوه تحديدا، وهي المادة 209 من الدستور. هذه المادة أو هذه المادة جاءت بصياغة ليست عادية، لأنه تقول أنه لما يرفض الشعب مشروع الدستور يعطى، لما يرفض مشروع القانون المتعلق المتضمن الدستور يعتبر لاغيا. بالنسبة لنا النسب اللي أعلنتها السلطة المتعلقة سواء بالمشاركة أو بالنسبة للمقاطعة والرفض تقريب أكثر من 73 أو 73 من الهيئة الناخبة قد قاطعت هذا الاستفتاء الدستوري، ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يحدث مثل هذا الأمر، بمعنى أن هذا يعبر عن رفض الشعب لهذا المشروع الذي اقترحته السلطة. والسلطة في خطاباتها دائما تتغنى بأنها لها ثقة الشعب وبأنها في خدمة الشعب وتدافع على مصالح الشعب. كلمة الشعب تحديدا إذا ما أعطيناها قراءتها السياسية والقانونية الحقيقة تكون النتيجة التي نتوصل إليها مباشرة بتطبيق المادة 209 من الدستور، على أن الشعب إذا اعتبرناه هو الكتلة الانتخابية أو الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حقهم في الانتخابات قد رفض هذا الدستور بطريقة المادة. ما يعزز هذا الطرح من الناحية السياسية ومن الناحية التأسيسية هو المادة 8 من الدستور. لما نرجع لهذا النص يذكر بأن الشعب يمارس هذه السيادة عن طريق الاستفتاء. من بين صور السيادة هو الاستفتاء، لأن الاستفتاء ليس هو الانتخاب. يختلف الاستفتاء اللي معروف هي أحد طريقة من طرق ممارسة الديمقراطية، يكون بنعم أو لا إزاء مشروعين. الدستور ما فيش خيارات متعددة، يا إما بنعم ويا إما بلا. إذن لما نكون في بلد وفي دولة وين أكثر من 73 أو تقريبا 74 من الهيئة الناخبة، واللي تقدر تقريبا ب 24 مليون، أكثر من 18 مليون جزائري، قد قاطعوا هذا الاستفتاء المصيري والذي جاء. طيب أية شرعية بقيت هذا الدستور إذن أستاذ عبد الله؟ قد يتساءل المرء الآن في الداخل والخارج يقول أية شرعية ومصداقية بقيت لهذا الدستور الذي لم يذهب أو لم يستفتى عليه الجزائريون بنسبة أكثر من 77% الآن؟ يا أستاذ عثمان، الأخطر ليست في ماذا بقي لهذا الدستور من الشرعية والمصداقية. الأخطر هو الدولة ومؤسساتها في حد ذاتها. أي مشروعية بقيت لها؟ إذا رجعنا للقانون الأساسي اللي هو دائما الدستور للسلطة، لما كل مرة أو النظام يوقع في أزمة ويسرع إلى القانون الأساسي ويجري عليه التعديلات والتشميلات، ويعتبر هذه التعديلات هي التي سوف تحل مشاكله وتخرجه من وطنه. المادة 12 اللي يرفعها الحراك الشعبي، أنا لما ذكرت المادة 8 لأنه من بين الشعارات والمطالب السياسية للحراك منذ انطلاقه في فبراير 2019 هو تطبيق المادة 8 و7 وأيضا المادة 12. لماذا؟ المادة 12 من الدستور واضحة، تستمد الدولة اللي لما نقول الدولة وهو الكيان القانوني والسياسي مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب. هذا الكلام اللي قد يعتبره البعض أنه فيه من فلسفي وسياسي، ولكن في جوهره قانوني. الدولة وين تتجسد؟ قبل ما نشوفه الدولة في الشرطي أو الداركي أو القاضي أو رجل الإطفاء. الدولة ككيان قانوني أول تجسيد له هو النص الأساسي وهو الدستور. إذن لما الشعب وهو العنصر المحوري في تكوين الدولة يقاطع تقريبا بنسبة 3/4 لهذه الوثيقة الأساسية، أقول أنا أبعد من أنه
الدستور ما عندوش مشروعية، أقول بأن الدولة في حد ذاتها في خطر، وينبغي على النظام منظومة الحكم أن تدرك هذه الرسالة التي وجهها المواطن الجزائري لأتغير. أولا أتغير درجة وعيه وتغيرت نظرته إلى منظومة الحكم، لأنه التجارب اللي مرت بها الجزائر ولا سيما تجربة التسعينات المريرة قنعت المواطن الجزائري بأنه تغيير أسلوب. طيب خليك معنا سيد عبد الله. نعم خليك معنا سيد عبد الله، سأعود إليك. أستاذ محمد، ما رأيك في الذي يقول بأنه في كلتا الحالتين الشعب خاسر، لأنه لأن هذين المشروعين قد مرا، قاطع الجزائريون الرئاسية 12-12 ومر تبون، قاطع الجزائريون استفتاء الدستور ومر الدستور. ماذا نقول، ماذا نجيب هؤلاء الذين يقولون المقاطعة لن تفيد الجزائريين، هكذا يقولون في مواقع التواصل الاجتماعي؟ صحيح أنهم تبرأوا من هذين الاستحقاقين بين قوسين كما تسميهما السلطة، ولكن هم يقولون لو كانت هنالك حلول أخرى أفضل، لأن السلطة تصر على تمرير مشاريعها وبرامجها. أنا ربما ضد هذا الكلام، لأنه كلام ينافي الحقيقة والواقع. بالعكس، نحن قراءة سياسية لنتائج الانتخابات والأرقام المقدمة من طرف السلطة تقول بأنه الحراك والشارع هو من فاز. لأنه يعني عندما يتكلم الأستاذ عن القراءة القانونية، نعم من حيث الشرعية هذا القانون وهذا الدستور يعتبر شرعي، لأنه لا يوجد حد أدنى في من حيث المشاركة في الانتخابات، ولكن من حيث المشروعية مدى قبول، مدى تجاوب، مدى انسجام الشارع مع ما تقدمه عن السلطة يعتبر فشل ذريع 77%، بمعنى أنه هذه ورقة حمراء يخرجها الشارع في وجه هذا النظام. أنا أقول بأن الشارع انتصر، الشارع لا يملك وسائل أخرى في التعبير عن إرادته إلا الانتخاب أو التظاهر أو الرفض. معناها من حيث تغيير ومن حيث معناها مخاطبة السلطة لا يملك الشارع طرق أخرى. نحن نرى في كل العالم عندما يرفض الشارع قانون أو مشروع انتخاب أو رؤية سياسية يخرج للشارع ويضغط على الحكومات حتى إما أن تغير أو تلغي المشروع أو أن تستقيل أو تراجع ورقة طريقها. نحن الآن للأسف الذي يقول بأن الشارع لم يستطيع التغيير، نقول بأن الشارع قام بأنها بالحد الأقصى الذي يمكنه أن يقوم به منذ أكثر من سنة ونصف، وهو يواصل في حراكه سلميا وحضاريا بأجمل الأشكال التي رأيناها. الحل، المفتاح أو مفتاح الحل تملكه السلطة. السلطة تجاهلت الحراك تماما. السلطة تعاملت مع الحراك بعقلية أمنية، عقلية خاسرة 100%. الحراك نتكلم أو أظهر أخرج للظاهر أزمة دفينة، أزمة قديمة منذ الاستقلال، وهي أزمة المشروعية وأزمة طبيعة نظام الحكم في الجزائر. رد عليها النظام بالقمع. لحد اليوم نحن نرى شباب من الحراك في سن 20 سنة، أطباء أكفاء يدخلون السجن لأنهم علقوا ربما بمنشور أو رفضوا أو حاولوا أن يدخلوا في مسيرة في عنها الأيام الماضية. أنا أرى بالعكس أن الشارع انتصر في المحطتين بعد مقاطعة كانت ب 60% في 12-12، الآن نحن في مقاطعة ب 77%، وهذا انتصار محمد. للشارع. نعم، أعود لك سيد عبد الله حول غياب السيد تبون لحد الساعة، مواقع التواصل الاجتماعي ملتهبة حول مصير هذا الرجل، لا أثر ولا خبر عنه، اللهم بعض البيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية وهي محتشمة مقتضبة عن أن السيد يقوم بالعلاج، يستمر في علاجه من هذا الفيروس الذي استمع حوله أو استمع عنه الجزائريون من قبل العاهل السعودي. العاهل السعودي هو الذي بعث برسالة ليطمئن عن صحة السيد تبون، ولكن الجزائريين لم يكونوا على علم بأنه مصاب بكورونا، فقد سمعوا بإصابته بكورونا عن طريق هذه الرسالة، رسالة العاهل السعودي. إذن كيف تقرأ هذا الاستمرار في غياب السيد تبون؟ هل هنالك إمكانية هناك من المحامين من يثيرون هذه المسألة من جديد؟ قالوا المجلس الدستوري لابد أن يتحرك لأنه في غياب بقي هذا المنصب شاغر لهذه المدة. أستاذ عثمان، في بعض الأحيان الأقدار تتدخل في الأحداث السياسية ويكون لها تأثير كبير.
علم السياسة ليست رياضيات 100%. نعم. أعتقد أن مرض تبون بهذا الشكل ونقله إلى خارج البلد لم يكن في حسابات الماسكين على بزمام السلطة في الجزائر. إذن هذا العامل المفاجئ قد أخلط الأوراق، ولا سيما هذا أنه المتواجد في ألمانيا بدأ يطول، وأيضا أن طريقة البيانات التطمينية التي تصدرها رئاسة الجمهورية تذكرنا بممارسات أو ما دأبت عليه هذه السلطة في عهد الرئيس بوتفليقة. إذن أن السلطة لا يهمها السير العادي للمؤسسات الدستورية بطريقة منتظمة وصورة البلد في الخارج بقدر ما يهمها بقائها في نظام الحكم في الحكم أو احتفاظها بالحكم. لكن العامل الجديد في هذه السنة، أولا أنه في عهد بوتفليقة لم يكن الشارع يغلي، في عهد بوتفليقة لم تكن هناك أزمة وبائية صحية خطيرة. العامل الثالث أيضا هناك المسألة الهامة والحاسمة والمتعلقة بإصدار النص الدستوري، لأنه مرض المدة التي قضاها تبون تدل بأن مرضه أو حالته الصحية ليست بالهينة أو البسيطة، وإنما ممكن أن يكون قد يعاني من مرض أو إصابات أو إصابة أكبر. لا سيما إذا أن الشفافية، أن السلطة تاعنا ما عودتناش على الشفافية وإعطاء الحقيقة فيما يخص مرض رؤساء الجمهورية منذ عهد الرئيس بومدين ولا سيما في عهد الرئيس بوتفليقة. إذن السلطة أمام مشكلة أو مأزق كبير يتعلق بإصدار القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري، لأنه لما نرجع للدستور لا سيما المادة 144 منه أنه تفرض على رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري في أجل 30 يوما من تاريخ إرساله. من المعلوم أن المجلس الدستوري أعطى النتائج يوم الخميس إن لم تخني الذاكرة، وأن رئيس المجلس الدستوري فنيش كمال يجب عليه أن يرسل هذا المسودة القانون إلى رئيس المجلس الأمة الذي بدوره يحيله إلى الرئيس تبون. هنا سوف تبدأ عملية، هل سوف نلاحظ عملية تعطيل حتى تتمكن السلطة من ربح الوقت ويعود تبون إلى الجزائر ويمضي أو يمضي على قانون التعديل الدستوري، أم تتطور الأمور إلى مسائل أخرى؟ هنا مكمن الخطر الكبير في هذه الظروف. ولكن هناك من يقول بمجرد ظهوره في الجريدة الرسمية خلاص انتهى الأمر، سواء وقع أم لم يوقع. معذرة يا أستاذ عثمان، هذا كلام في الحقيقة اللي يقوله من ليس له دراية أو اطلاع على القانون. ما الشعب لما يصادق على أو لما يتم الاستفتاء على ما مشروع تعديل القانون المتضمن أو القانون المتضمن التعديل الدستوري وينال الموافقة أو موافقة الأغلبية، حينئذ هذا المشروع الدستور واضح أنه يجب يأخذ طبيعة أو يأخذ نفس القيمة لنص قانوني أو تشريعي عادي، بمعنى أن هذا التعديل يأخذ الغلاف انتاء قانون 60 لوا، وهذا من القوانين من المعروف أنه لا يمكن أن تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولا يمكن أن تكون نافذة في غياب القرار أو ما يسمى الإصدار لابروميلغاسيون، لأنه لابروميلغاسيون هو الأمر اللي يعطيه رئيس الجمهورية بنشر هذا القانون ومن خلاله لكل السلطات في الدولة بالامتثال له والتقيد بأحكامه وتطبيقه. نعم، إذن بعد هذه الافتتاحية، افتتاحية الجيش والترويج لهذا المولود الجديد ومباركة الشعب الجزائري به، ها هي المؤسسة الجيش تمضي قدما لتنظيم ندوة أخرى حول الإعلام
رغم أن الإعلام كما يعرف العام والخاص هو من مهمة وزير الإعلام، وزارة الإعلام هي التي لديها الصلاحيات الكاملة للحديث عن قطاع الإعلام عن أبعاده ودلالاته عن أثاره عن تداعياته عن انعكاساته، ولكن مؤسسة الجيش انفردت بتنظيم هذه الندوة. نتابع مقتطفا من تصريحات سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش ثم نعود للنقاش. في ظل هذه المعطيات يتعين علينا جميعا أن نعمل على مواكبة ما يحدث في العالم من تحولات على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات، وتوحيد جهود الجميع لتنصهر في بوتقة واحدة هي خدمة الجزائر ومصلحتها العليا والحفاظ على أمنها واستقرارها، وهي جهود تؤدي وسائل الإعلام الوطنية دورا محوريا في تقويتها وتعزيز الالتفاف حولها لتحسين وطننا من كل المخاطر والتهديدات والآفات. محمد بن عيسى، أعود لك من جديد الحديث عن هذه الندوة اللي تركت جدلا في الساحة السياسية. علاقة مؤسسة الجيش بالإعلام، قال لك ممكن أن تتجاوز مؤسسة الجيش صلاحيات تتحدث مثلا أن أختار في البلد مثلا ورأي الجيش معليش على القضية الاقتصادية، أزمة اقتصادية، على مسألة وباء كورونا اللي كل يوم نشوفوا إصاباته الكبيرة، ولكن إذا بالمؤسسة تنظم ندوة حول الإعلام ووزير الإعلام كان ضيفا، كان أحد الحاضرين. سعيد شنقريحة حذر هنا من الأخطار ومن التأكيد على الوحدة الوطنية وما إلى ذلك. في رأيك أنت، ما الذي جعل مؤسسة الجيش تعقد ندوة حول الإعلام؟ لماذا بالضبط؟ لأنه المؤسسة العسكرية تعرف الآن بأنها في وضع حرج جدا وفي مرحلة خطيرة، وظهورها إلى الواجهة يضعفها على كل المستويات، يضعفها في المستوى العسكري، لأنه الجميع يعرف بأن الجيوش لا يمكن أن تهتم بشيئين في نفس الوقت، لا يمكن أن تكون قوة استراتيجية دفاعية وفي نفس الوقت تسير البلد. المؤسسة العسكرية الآن عرفت بأنها ورقة طريقها إلى حد معين اختلت، فهي تدخل برجليها بكلتا رجليها في السياسة، وما يضعفها مرة إلى أخرى، لأنه إذا أنها تصدرت المشهد السياسي وإذا كنت أنت من وراء الستار وسقط الستار، فلا ليس لك خيار آخر إلا أن إما أن تتراجع، وهو ما ترفضه إلى حد اليوم المؤسسة العسكرية، وهو الحل الأمثل والحل الأصلح للجزائر، وتقول بأننا نعم نحن دخلنا في جزائر جديدة، يجب على المدنيين هم من يتصدروا المشهد ويسيروا، لأنه مثل هذا المشهد أخي عثمان لا تراه في أي دولة من الدول الديمقراطية أو حتى ربما في الدول التي تشابهنا إلى تونس إلى دول أخرى، لا ترى مثل هذا المشهد أنه رئيس الأركان يتكلم في الاقتصاد، يتكلم حتى وسمعناه تكلم في تسيير أزمة كورونا، والآن يتكلم عن الإعلام وهي كارثة على كل مقاييس. إذا تكلم على الإعلام فهو يتكلم مباشرة على صناعة الرأي العام، يتكلم على القضايا التي يختلف فيها، يتكلم على القضايا الاجتماعية والسياسية التي فيها اختلاف في الرأي، اختلاف في التحليل، وكأنه يريد أن يعسكر الدولة، يعسكر المجتمع، يعسكر كل شيء، كل ما هو موجود ومتاح، يعطيه هذه الصيغة عنها اللون الواحد والتحليل الواحد، وهو نعم. كارثة في حد ذاته. نعم، نرحب الآن مشاهدينا الكرام بانضمام الصحفي المخضرم الإعلامي الأستاذ سعد بوعقبة. أستاذ سعد، ما الذي فهمته من تنظيم هذه الندوة في هذا الوقت الحرج؟ مؤسسة الجيش عبر قيادة الأركان تنظم ندوة حول الإعلام. سؤالنا هو، أي إعلام تريده مؤسسة الجيش في إطار هذه المرحلة، مرحلة الجزائر الجديدة هكذا يسمونها؟ والله أول شيء هو أنهم أحسوا بأن الإعلام ما عادش يؤدي دوره، لأن خسروا الانتخابات، لأنهم كانوا يعتقدوا بأن الإعلام ممكن يحل محل المؤسسات السياسية، لا فلان ولا راندي وغيرها من الأحزاب يعني في جنيد الشعب للاستفتاء، ولكن كانت النتيجة عكسية تماما، أن الإعلام فقد تأثيره على الشعب ولم يعد أكبر حزب البلاد تلفزيون والإذاعة كما كان من قبل، وهما عرفوا هذه الحقيقة، والجيش من زمان باللي هو اللي يسير بالإعلام وليس جهة أخرى.
في واحد الوقت كانوا يتداولوا عليه الجيش وال يعني المخابرات والرئاسة، وبعدين في شغل انهم هم الان حسوا باللي فقدوا سيطرتهم على الرأي العام من خلال افشال دور المؤسسات الإعلامية في التأثير على الرأي العام. طيب ما محل بلحيمر، ما محل بلحيمر الوزير، وزير الاتصال من الإعراب في هذه الندوة؟ هو كان حاضر ضيف فقط. طبعا هو لن يكون إلا أقل من ضيف، لأن ما عنده حتى قيمة هو في المؤسسة الإعلامية الآن، ما عندهش تأثير لا في التلفزيون ولا في الجرائد ولا حتى في الرأي العام، ما عنده حتى تأثير إعلامي، لأن مفهومهم هم مفهوم المؤسسة العسكرية متخلف جدا ويثير القلق. يعني المفهوم الإعلامي يثير القلق، لأن لما يقول لك إعلام الجيش هو النموذج للإعلام الوطني، يعني كارثة. يعني لما نشوفوا هذا المستوى المنحط في الفهم للإعلام، نقولوا البلاد في خطر. لأن كان المؤسسة العسكرية ولات هي الإعلام تاعها البسيط يعني المحدود اللي لا يخضع لأي قيمة إعلامية ولا هو النموذج للإعلام الوطني، هذا فهم متخلف جدا. والجيش من زمان هو يوسع في صلاحياته خارج نطاقه في السياسة، دار اللي دار بالنسبة للأحزاب وبالنسبة للمؤسسات للبرلمان وكذا، هو اللي وفي مجال الصحة تعرفوا باللي أحسن. قبل أن نأتي إلى الصحة سعد، فقد تكرم بالاستماع لما قاله سعيد شنقريحة حول الإعلام ومخاطره والمخاطر المحدقة بالبلد، ثم أعود إليك. مثلما كان تحرير الوطن واسترجاع سيادته واستقلاله من براثين المستعمر الغاشم، ومثلما كان قهر الإرهاب الهمجي الدموي قضية تجند في سبيلها كل الشرفاء من أبناء الجزائر، فإن الدفاع عن بلادنا والصون سيادتها اليوم هو قضية الجميع أيضا، وهو ما يستوجب علينا تكثيف الجهود وتوحيدها وتنسيقها للتصدي لكافة التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا مهما كان نوعها ومصدرها، وضرورة التكيف مع المتغيرات المتسارعة على غرار ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة الراهنة التي أضحت أداة هيمنة حقيقية تهدف إلى التحكم في الرأي العام العالمي وتوجيهه وفق رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية واحدة تضمحل خلاله خصوصيات الآخرين وتتآكل معها مقومات شخصيتهم الوطنية. سأعود لك من جديد، تكلم عن قهر الإرهاب، الأخطار المحدقة بالبلاد، التكيف مع المتغيرات المتسارعة حول الإعلام الحديث، كلام سليم جدا. ليت هذا الكلام كان على لسان بلحيمر وزير قطاع الإعلام، لكنه جاء على لسان لواء في الجيش أو فريق في الجيش. سابقة خطيرة الناس علقت في العالم يقولوا كيف يحدث هذا في العالم، سابقة خطيرة جدا، فريق في الجيش يتكلم عن الحريات ويتكلم عن الإعلام ويتكلم عن التكيف مع الإعلام الجديد. هذا الكلام يقوله شخص مدني، وزير له علاقة بالإعلام مثلا، أما أن يقوله شخص من المفروض أنه يبقى في الثكنة، هذا أثار كثير من الجدل. فكيف وجدت هذه التصريحات أستاذ سعد؟ شيء عادي بالنسبة لهم هما، لأن الإعلام استخدموه حقيقة ضد الإرهاب، كان رولي تاعهم ولكن اللي ما قالوهش هو أن الإعلام في الوقت هذا تاع الإرهاب كان عنده تأثير، كان عنده مستوى، كان عنده حد أدنى من التأثير في الرأي العام، وبالتالي نجموا ينجزوا به جزء من المهمة تاع مكافحة الإرهاب. اللي داروه الآن هو أنهم كسروا المؤسسات الإعلامية، سواء الصحافة المكتوبة ولا السمعي البصري. السمعي البصري 95% من المجال الفضائي
تاع السمع البصري ما زال بيد الاجانب. اللي يصنع الراي العام الان في الجزائر ماهيش النهار ولا الشروق ولا اليتيمه ولا اللي يصنع الراي العام، هي المحطات اللي خارج التراب الوطني. والدليل المادي ان رئيس الجمهوريه خاطب الناس عبر المؤسسات الاعلاميه الاجنبيه اكثر مما خاطبها بالمؤسسات الوطنيه. هذا يدل على ان المؤسسات تاعهم يعرفوا باللي راها فقدت اتصالها يعني الان البلاد محتله كليا في مجالها الفضائي الاعلامي الفضائي، محتله كليا، ولا يمكن تحريرها الا بحريه الاعلام وترك المؤسسات الاعلاميه تقوم بدورها. هما هادو ما كاش منها ما ينجموش يديروها، لان ما خلاوش المجتمع ينظم نفسه في 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 مؤسسات سياسيه احزاب مقبوله، وبالتالي ياثروا المجتمع. ادى الامر الى 95% ولا 85% مقاطعه. والان الاعلام نفس الشيء في الصحه، تعرف واش يحدث. هما داروا ليهم مستشفيات خاصه ويروحوا لها الوزراء ويروحوا لها رجال الاعمال والكبار تاع القوم، والشعب متروك لحاله. عندهم وحتى في السكن عندهم احياء خاصه ما عندهمش علاقه بالشعب. يعني مؤخرا زادوا قالوا حتى الصناعه يمدوها للجيش، يعني معناها الجيش راهو يستولي على كل الحاجات تاع المجتمع، مش غير في السياسه، راهو في الاقتصاد، راهو في الاعلام، راهو في الصحه، راهو يعني راهو يستولي في المجتمع ويلغي في المجتمع السياسي والمدني ويعسكر في الحياه العامه. وهو يعتقد باللي هذا عمل جيد للجيش، وهو في الحقيقه عمل سيء للجيش، وكان المفروض انهم ما يقوموش بمثل هذه الاعمال. طيب خليك معنا سعد، تكرم بالبقاء معنا، ساعود اليك بعد دقائق. استاذ عبد الله، أية قراءة لك حول ما جاء على لسان سعيد شنقريحة محذر من الأخطار المحدقة بالبلاد، العدو الوهمي، ألا ترى بأن ذلك يذكرك بقايد صالح الراحل قايد صالح، والذي كان يتكلم عن هذه الأمور أيام قوة الحراك الشعبي السلمي في أسابيعه الأولى، تذكر ذلك؟ خاصة الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي، كأنه يقول ليس الإعلام المحلي هو الخطر بالنسبة لنا، ما يكتب، ما يبث، ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يأتينا من وراء البحر هو الخطر الذي يجب أن نتصدى له، لكن لم يقل الجزائري من هو هذا العدو الذي يتربص بالجزائريين، من هو هذا العدو يا ترى؟ من خلال العنوان هذا الملتقى، وهو دور الإعلام في رص وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة المخططات العدائية التي تهدد الجزائر. أولا إن هذا العنوان هو عنوان سياسي بامتياز، وكأنه قد أعدته دائرة حكومية متخصصة في الإعلام أو حزب سياسي، وهذا يبين بأن قيادة الجيش تمارس السياسة بامتياز. الحديث عن الجبهة الداخلية، لو صدر مثل هذا الكلام عن الوزير الأول أو عن رئيس البرلمان أو حتى عن أحد قادة الأحزاب الحاكمة أو حتى رئيس الجمهورية كان ممكن أن نتقبله، أو أن في حين أن يتحدث بمثل هذا الكلام رئيس أركان الجيش، ففي حسب معلوماتي أنه لم يسبق لا القايد صالح ولا حتى العماري ولا النزار قد تفوهوا بمثل هذا الكلام. هذا الحديث يعني أفسره بأنه إدراك من قيادة الجيش لخطورة الوضع ولخطورة الأزمة في الجزائر، وأن المقصود في تقديري ليس الإعلام الداخلي أو الإعلام اللي تمثل الجرائد أو القنوات بين قوسين الخاصة أو حتى قناة اليتيمة اللي راحت المصداقية أن انتهى، وحتى الوضع القانوني للقنوات الخاصة هو وضع هش إلى جانب التضييق الشديد والضغوطات التي تمارس على الجرائد المستقلة وسجن الصحفيين. أيضا يبقى الهاجس السلطة في تقديري، الإعلام الخارجي بالطبع يؤثر على الأحداث في الجزائر أو يساهم في صناعة الرأي العام، لكن أعتقد
بأن وسائل التواصل أو وسائط التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي قد هي أصبحت تساهم وبشكل كبير وفعال في صناعة الرأي العام، والدليل على ذلك الحملة الهائلة لمقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري، إضافة إلى أن الهشاشة أو الضعف الذي تكشف عنه السلطة في تعاملها مع المواطنين أو مع المدونين لما ينشروا أخبار أو يتكلموا سواء في الفيسبوك أو في اليوتيوب أو يقوموا مباشرة، السلطة تبرز عن الضعف تاعها، تلجأ إلى القمع، تلجأ إلى الاعتقالات، تلجأ إلى التضييقات. إذن في غياب المؤسسات التي يستطيع من خلالها المواطن إيصال صوته وإيصال انشغالاته إلى السلطات العمومية أو السلطات المؤهلة، يبقى البديل المتوفر حاليا هي وسائل التواصل الاجتماعي. القيادة الأركان تتحدث عن المخططات العدائية ضد الجزائر، ومن المقصود؟ هل المقصود أنه أطراف أو جهات جزائرية؟ المقصود أنه جهات أجنبية؟ كلام رئيس الأركان أو خطابه ما يبينش وترك الغموض ومجال للتفسيرات والتأويلات واسعة. إذا كان سيد عبد الله، ألا ترى سيد عبد الله، ألا ترى سيد عبد الله بأنه لسعيد شنقريحة ملاحظتين بارزتين؟ من جهة هو بطريقة غير مباشرة يلوم ويؤنب الإعلام الجزائري، 8 قنوات في الجزائر بإضافة للتلفزيون العمومي، كل هذا الطاقم لم يستطع إقناع الجزائريين بالذهاب لصناديق الاقتراع بالمشاركة في الاستفتاء، وكانت المقاطعة والقطيعة قياسية. فهو كأنه بطريقة ما يريد أن يقول أنتم فشلتم، أنتم تسببتم في مقاطعة الجزائريين لهذا العرس الذي كنا وراءه. هذا من جهة. من جهة أخرى يريد أن يقول أنه بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي هي الأهم الآن، كأنه يعيدنا إلى سنة 2011. مواقع التواصل الاجتماعي هي التي هزمت حسني مبارك في مصر، ليس الإخوان المسلمين ولا حزب الوفد، بل الناشطون، الحقوقيون، النقابيون. أيضا الأمر نفسه في تونس بالنسبة لبن علي لم تطح به حركة النهضة ولا أحزاب أخرى، بل ولا شخصيات سياسية، بل المجتمع المدني. ولذلك هو هنا سعيد شنقريحة كأنه يريد أن ينبه المؤسسة والسلطات أنه لا بد أن نضع ألف حساب لمواقع التواصل الاجتماعي ولكل ما يأتينا من الخارج. أليس هذا هو المطلوب الذي يريده سعيد شنقريحة؟ طب أعتقد أن هذا هو الرسالة التي تريد إيصالها السلطة، لكن في تقديري هذا أمر خاطئ. كيف لدولة أو سلطة لها جيش ولها بوليس ولها قضاء ومؤسسات أن تخاف وتخشى فيديو لمدون أو منشور قد وتعتبره بأنه يمس السلامة الوطنية أو يشكل تهديدا لمصالحها الاستراتيجية؟ من هي الدول أو السلطة التي تخشى من المواقع التواصل الاجتماعي أو المدونين؟ إنها الدول الشمولية أو الدكتاتورية والدول التي تكون ناقصة الشرعية. مثلا هل السلطة في إنجلترا أو الحكومة الإنجليزية تخشى المدونين أو الناشرين؟ هل في أمريكا وهي البلد الذي اخترعت فيه أو صنع هذه الوسائل الاتصال الإلكترونية، هل تخشى من المدونين؟ هل تخشى من الناشرين؟ هل تخشى من المواطنين لما يكتبون؟ ما يخشوش منهم على الإطلاق في أمريكا ولا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في الدول الديمقراطية والدول اللي تقوم فيها المؤسسات بدورة والدول اللي عند فيها إعلام حقيقي وإعلام نزيه ومستقل. المسؤولية لا يتحملها الصحفيون. فشل الاستفتاء الدستوري ماهيش مشؤول ما الفشل ما تحملوش تلفزيون او ما يسمى بالقنوات التلفزيونية الخاصة او الصحافة، وانما تتحمله السلطة، يتحمله صاحب المشروع السياسي. هو الذي لم ينزل للميدان، وهو الذي فشل في إقناع الشعب في التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته. مقاطعة الشعب للاستفتاء هو عبارة عن وثيقة طلاق
مع نظام الحكم القائم في الجزائر منذ سنة 1962، وأعتقد أنه يجب على السلطة أن تفهم هذه الرسالة جيدا، لأن عدم فهمها يجعل البلاد تتعرض لمخاطر ومخاطر شديدة جدا. شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله بو، رجل القانون والمحامي والناشط الحقوقي وأحد المدافعين ومعتقل الرأي ومعتقل الحراك، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد أعود لك من جديد، أنت تعيش في فرنسا، هل وجدت مجلات عسكرية تعنى بالشأن السياسي؟ معقول هذا؟ عندنا في الجزائر مجلة الجيش تتكلم في الأمور السياسية، مرة على الدستور، مرة على الانتخابات، مرة على الإعلام. هنا في بريطانيا بحثت منذ يومين لعلي أجد شيء من الجيش يتكلم في المشهد السياسي، إذا بي أجد فعلا مجلة عسكرية، لكن كلها تتكلم عن الصناعة العسكرية، عن الدبابات، عن الصواريخ، عن الخطط العسكرية، وشيئا من التاريخ العسكري، شيء من الضباط، شيء من رتبهم، لا لم أجد ولا نقطة واحدة تتكلم عن المشهد السياسي. ماذا يريد العسكر في إدخال أنوفهم في قضية الإعلام؟ هذا المشهد أخي عثمان مشهد خيالي إذا أردنا أن معناها نريد أن نراه في أوروبا أو في أمريكا، مشهد لن تراه بتاتا. نحن إذا ذهبت وتبحث وتتصفح أخبار الجيوش في هذه الدول التي الآن أصبحت مثال في الديمقراطية والحرية، ترى بالعكس أن قائد الأركان أو وزير الدفاع يستدعى إلى البرلمان، إلى الغرفة السفلى والغرفة الثانية، إلى لجان للتحقيق من أجل التحقيق معه، من أجل استجوابه في قضايا داخلية، في تدخلات لجيوشهم على الخارج، في تسييرهم لميزانية جيوشهم، في صفقات يعني قام بها الجيش. هذا هنا ما نجد دور الجيش، ويعني في هذه يعني في هذه الديمقراطيات يجي يعني ياتي الجيش الى المدني المنتخب حتى يستجيب لانه صاحب السلطه. ما رايناه وما نراه نحن في الجزائر عكس تماما. ربما حتى المثال الاخير الذي نراه اليوم بين اعيننا وهو التجربه الامريكيه، حيث امريكا الان تعيش اخطر تجربه في حياتها يعني ديمقراطيه او اخطر انتخابات رئاسيه، والجيش أنها بقي على الحياد إلى حد اليوم. صحيح. إلى حد البارحة. نعم. حيث تكلم قائد الأركان في 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 أمريكا وقال بأن الجيش يبقى ويستعنها وأنها في مجاله الدستوري ولن يخرج، رغم ما رأيناه من إيحاءات من رفض ترامب لتمريره يعني للسلطة إلى الفائز بالانتخابات. هذه الجيوش التي تحترم نفسها ويحترمها شعبها ويعتز بها. أما ما نراه اليوم وخاصة مع الانزلاق في الإعلام يؤكد بأن جيشنا وقيادة الأركان التي نراها لنا في الشاشة وهم تقريبا كلهم مسنين ما 70 أو 80 سنة، لا يعرفون واقعهم، لا يعرفون طبيعة التكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة. لا يمكن الآن، لا يمكن السيطرة. حتى هذه الدول التي تكلمنا عليها، أمريكا كانت عندها قضية نزاع مع روسيا، وترامب تعرض إلى التحقيق بسبب التدخل الخارجي في انتخابات ترامب الأخيرة. روسيا أثرت في انتخابات ترامب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. هناك تداخل كبير الآن في هذا المجال الواسع أو الفضاء الأزرق. لا يمكن الآن لأي دولة أو لأي جهاز مخابرات أن يسيطر على هذه وسائل التواصل الاجتماعي وهي خارج السيطرة. نعم. حتى أنه اليوم في فرنسا أن هناك شريط صنع الحدث وهو شريط حول فيروس كورونا يطعن في الرواية الرسمية لفرنسا، ويطعن في كل ما روته فرنسا ومن خلال مسؤوليها حول تسييرها لكورونا. وقد مول هذا الفيديو أو هذا المشروع مواطنين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وحققوا هذا الفيديو وحقق رواجا كبيرا، أصبح يؤثر في الرأي العام ويسبب حرجا لفرنسا الرسمية. طيب. في تسييرها أزمة كورونا. إذن الرأي العام الآن خرج عن الوسائل التقليدية، عن التلفزيونات الرسمية، التلفزيونات المسيطر عليها، ثم شنجريحة والنظام يجهل بأنهم هم من أسقطوا ومن أفشلوا كل القنوات الخاصة والعامة. القنوات الخاصة تعتبر أبواق للنظام، لا نجد فيها حرية للتعبير، لا نجد فيها الرأي والرأي الآخر. تسييرهم لمشروع تعديل الدستور كان أكبر دليل على الرؤية التسلطية والرأي الواحد، فلم يسمحوا حتى للأحزاب التي أرادت أن تصوت بلا بأن تنشط حملات انتخابية.
هناك أخطر من هذا، طلبوا من الأحزاب المشاركة والجمعيات أن ترسل لهم أنها كل ما سوف تقوله من خطابات ومن محتوى قبل الذهاب في الحملة الانتخابية. نحن نتراجع كثيرا، وهذا التراجع ربما يذل بأن السلطة في خطر، والسلطة والجزائر بصفة عامة، ليس السلطة، الجزائر في خطر، لأنها تغرق في الدكتاتورية، في عالم متغير تماما، وكل ما زادت الهوة بين الأنظمة، بين الطبقة السياسية وبين الشعب، كلما نتنبأ بثورات وبانفجارات كبيرة. الآن الشارع الجزائري كما ترى تغلب على كل وسائل، تغلب كما تكلمنا على كل القنوات، حتى الجزائري البسيط الذي ربما ليس له فيسبوك ولا لا ينشط في الفضاء الأزرق، لا يثق بالإعلام العمومي. نعم، تريد أن تقول لا يثق بالإعلام العام، الإعلام العمومي؟ نعم، لا يثق، أصبح لا يثق. نعم، هو جزء كبير من الشعب الجزائري ليس له حساب في الفيسبوك أو تويتر، تمام، ولكنه لا يثق بتاتا في اليتيمة أو في القنوات الخاصة، أصبح مرتبك، وأصبح يفضل ربما الذهاب إلى استقصاء المعلومة من طرف أناس ثقة، لأنه يعلم بأن هذه السلطة اعتادت على تلفيق المعلومة، اعتادت على تزوير الحقائق، فهو لا يثق. أستاذ محمد، وهناك من قال إن الجزائريين لا يشاهدون التلفزيون الجزائري إلا مرتين في المقابلات الرياضية وكذلك الأحوال الجوية، هكذا يقولون في مواقع التواصل الاجتماعي. أستاذ سعد، أعود لك من جديد. سعيد شنقريحة أثناء هذه الندوة تكلم عن حرية التعبير والحريات الأساسية، وهناك من انتقده قائل لماذا أنتم لم تسمحوا للذين شاركوا في الاستفتاء وقالوا وانتخبوا لا، مع ذلك أنتم لم تسمحوا لهم بالترويج للحديث عن لا هذه للاستفتاء. وحتى محمد شرفي أحرج بهذا السؤال، قال لا تسألوني وليس من صلاحياتي ولا أدري ما الذي حصل، عندما قالوا لماذا منعت أو منع هؤلاء الذين شاركوا في الاستفتاء وأرادوا أن يتكلموا عن لا. والله ده الإعلام تاعنا راه يسير من طرف الجيش بالخطوة الموزونة ولا شيء غير ذلك. المرحوم قايد صالح كان هو اللي عين مدير تلفزيون، أيوة. ودليل أنه لما سعيد بوتفليقة داروا قرار تعزل قايد صالح، مدير التلفزيون سلم الخبر لقايد صالح قبل ما ينشروه، وبالتالي لم ينشر. يعني الحقيقة عندنا أن الإعلام راه يسير ككزارنا وليس كمؤسسات إعلامية. والمصيبة عندنا أنهم يعتقدوا، الإخوان في الجيش يعتقدوا باللي إعطاء الحرية لوسائل الإعلام أو تركها حرة هو يمس بالسلطة ويضعف من الجيش. هو في الحقيقة المساس بحرية هذه المؤسسات هو اللي يضعف الدولة ويضعف مؤسسات الدولة ويضعف مؤسسة الجيش ويضعف البلد. لو كان الحرية تعطى تكون قوة للدولة وقوة للمؤسسات وقوة للجيش بالدرجة الأولى، وأكثر من وهنا معناه المعنى تاع إدخال الإعلام في مواجهة التحديات الأجنبية وكذا كذا يكون له معنى لما تصبح الحرية أساس في تحسين التسيير وأساس في محاصرة الفساد وأساس في إداء الإعلام لدوره كسلطة رابعة، لأنه الآن في الدول الأخرى لم يعد سلطة رابعة، أصبح سلطة السلط، أصبح السلطة التشريعية تشرع والسلطة التنفيذية تنفذ وتحت رقابة السلطة القضائية، والسلطة الرابعة والتي هي سلطة السلط هي اللي تراقب الجميع. والآن باللي راكم تشوفوا باللي حتى ترامب ما عادش يدير بوان دو بريس ولا مباشرة يخاطب الشعب الأمريكي عن طريق تويتر وعن طريق كذا. يعني معناه الإعلام في الحديث أصبحت فيه الحرية هي الأساس. طيب يا ساسات، بركات من الإعلام يسير. ماذا عن السيد تبون؟ هل من خبر عنه؟ أليس من حق الجزائريين المعلومة الصحيحة عن السيد تبون؟ أين ذهب؟ أين هي أخباره؟ هل سيعود؟ هل سيبقى؟
هل سيمدد عطلته أو أزل العلاج فترة علاجه هنالك؟ ألا يذكر ذلك بعودة سيناريو بوتفليقة لما كان يعالج في فرنسا وزاره قايد صالح، تذكر ذلك وسلال؟ لماذا لم تكن هناك أي زيارة من قبل السلطات أو شخصيات سياسية لتبول في ألمانيا؟ هكذا تساءل الجميع. والله سؤالك مهم. هنا يبين لك باللي الإعلام ما عنده حتى معنى، لأن الإعلام اللي عتم على قضية كما هذه هو يدل على أن هذا الناس ما عندهم حتى علاقة بالإعلام، ما عندهم حتى علاقة بالسياسة، بل ما عندهم حتى علاقة بمفهوم الدولة الحديثة، بمفهوم أخلاق الدولة الحديثة. أنا أقول لك صراحة قضية تبون ما تمنيش، يعني من ناحية، لأن لو كان تلاحظ وجوده في الرئاسة يعادل عدم وجوده الآن في الرئاسة. إذا كان الرئيس وهو موجود في الرئاسة ما ينجمش يزور ولاية، ما ينجمش يخرج من البيرو تاعو، ما ينجمش يتحرك إلا للخارج، ما ينجمش يتحرك داخل التراب الوطني تاعو، فوجوده يساوي عدم وجوده. وهنا يبين باللي لما قلنا لهم يا ناس لما تديروا رئيس غير شرعي ورئيس ضد إرادة الشعب في 12-12 راكم تلقاو مشاكلكم مباشرة مع الشعب، سيكون المشكل مع الشعب يوم تنصيب الرئيس. وهاتوا شوفوا باللي الآن وعدم وجود الرئيس لمدة شهر تقريبا يساوي وجوده في الرئاسة. الحكومة تحت الإقامة الجبرية ولا وزير ينجم يخرج، كيما الرئيس كان تحت الإقامة الجبرية ما ينجمش يخرج من خارج التراب الوطني، من خارج الرئاسة الولايات، في حين أن الرئيس أمامه الآن مشاكل كبيرة في البلاد، كان المفروض يجوب البلاد شرقا وغربا لتحسين التسيير ومتابعة المشاريع في الميدان وكذا، وهذا لم يحصل. وبالتالي هذا وجود الرئيس غير شرعي كعدم وجوده كوجوده مريض، يعني ما كانش مشكلة في القضية هذه، لأن الأزمة قائمة بوجود الرئيس في الرئاسة وقائمة بوجود الرئيس في المستشفى. نعم، خليك معنا أستاذ سعد لنتحدث قليلا عن هذا الفيروس القاتل، فيروس كورونا، عافانا الله وإياكم منه. ولكن قبل هذا دعونا مشاهدينا نشاهد هذا التقرير لنؤطر النقاش حول هذا المحور ثم نعود. We'll be right back.
نرحب مشاهدينا بضمام الدكتور محمد لامين شيبان معنا من الجزائر. دكتور محمد لامين، أرقام قياسية، الجزائريون يدقون ناقوس الخطر. من ماذا؟ من كثرة الإصابات فجأة. أعطيك بعض الأرقام، البارحة كنا في 867 إصابة، اليوم ترجعنا شوية للوراء لباس، 844 إصابة، 66819 عدد المصابين بهذا الفيروس القاتل منذ انتشاره أعتقد من جانفي الماضي إلى اليوم. في رأيك أنت، ما الذي جعل هذه الأرقام تقفز بهذا الشكل؟ السلام عليكم أخي أثمان. عليكم السلام، مرحبا. تحية لكم ولكل مشاهدي القناة أوراس تي في. شكرا لك. قناة صديقة الشعب وليست بعدوة الشعب، قناة العدوة كما قالها واحد الوقت الوزير الأول يراه الآن في الحراج. أيوة. وأحيي كل الضيوف وعلى رأسهم الأستاذ المحترم عميد الصحفيين وهو الأخ سعد بوعقبة. أيوة. لمرة قال لي عدت نحشى من قراني الصحافي، لأنه هو رأى أن الزملاء تاعو عدومية، صم بكم عمي. ونترحم على كل الأطباء اللي فقدناهم. على علم أخي عثمان، في ظرف 72 ساعة يعني 72 ساعة فقدنا أكثر من 8 أطباء. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ممرضين زوج في جيجل وثمن أطباء، يعني في ظرف 72 ساعة، يعني بتشوف كيفاش الطبيب أصبح كله يعني في خط النار. هذا الأطباء اللي في الماضي القليل جدا يعني كان يتعرض للتهميش وللضرب، والآن حتى الآن ما زالوا نفس السياسة. يعني الطبيب اللي ذكرناه في مداخلتي الأخيرة الدكتور رويبح في جيجل اللي صرح فقط، صرح ودار النداء يعني المساعدة للمستشفى تاع جيجل وقفوه. شوف هذيك السياسة يعني نتاع الإدارة تاعنا، ربي يسمح لها. الجائحة هذه اللي كثرت اللي راهي صراحة رانا في وضعية خطيرة جدا، يعني لو بيرسونيل اللي تيبليزي عيا مسكين، الأطباء والممرضين عياو. لي ليسون فاتوري يا اخي عثمان، البي سي ار اللي يديروها الناس يعني فور لو تيست ما منعدمه ما كانش. انا نكلم لك يعني عندي وحده تقرب لي اتصلت بيا وهي بالحمل منذ عندها 8 اشهر. نعم. زوجها كان تعرض للفيروس باش تدير البي سي ار، قالوا ما كانش مونك دو رياكتيف فور لي تيست. هذو ايضا لماذا؟ على ما يبدو أن وزاره الصحه تنازلت هذا الاستيراد، الاستيراد تاع لي تيست على حسب على لصالح وزاره الاندستري فارماسيوتيك. هذا الشيء اصبح خلل هنا، اليا فلوتمون. اذا ني تيست ويعني صراحه كما قلتها في الماضي، لو مالاد مسكين الي ليفري ا لوي ميم، هو مسكين راهو هكا وحده، مسكين راهو ساير هكا وحده. لماذا؟ هذا هو التقرير جاء من الان اس بي، يعني ماهوش انا اللي نقوله، يعني التقرير جاء من الان اس بي يعني من بدايه اكتوبر. يعني لاحظوا ان الى دوبلي لا كورب اسونون طالعه برك يعني. ولكن يا دكتور محمد لامين، يعني المواطن احتار. نعم. المواطن في الجزائر احتار من يصدق. وزاره الصحه تقول ما عندنا لا اكتظاظ ولا شيء، الامور ماشيه سمن على عسل، نحن على قدم وساق نعالج المرضى ونقاوم هذا الفيروس. ولكن هناك أخبار أخرى تتحدث عن الاكتظاظ، تتحدث عن قلة الإمكانات، قلة العتاد، مشاكل المرضى، الطلب المتزايد حول إجراء هذه الأشعة وهي باهظة الثمن، ما كانش أسرة كافية. يعني المواطن الآن صار ما الذي سيصدق؟ اليوم سمعنا أنه مصطفى باشا كان قسم كبير منه أغلق، لسنا أدري ما الذي يحدث. صحيح. دروك انت تقول لي المواطن شكون يصدق؟ انا نعرف شكون نصدقوا، يعني الاداره انا نعطيك مثل برك تيتر ديكزامبل، في ولايه بجايه فقط، بجايه لو سي اف يو دو بجايه اللي فيه مستشفى فرونس فانون وخليل عمران، هذا في 48 ساعه، يعني في 48 ساعه 21 دي سي 21 وفيات، هذه في 48 تويتر يا اخي جا عثمان. تشوف الارقام راهي ماهيش مناسبة، الارقام اللي قدمها الناطق الرسمي والواقع راهو بعيد كل البعد. نعم.
لا 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 هذا هذه موشه. انا نقول لك تاع 21 راديو اذاعه صمام اذاعه يعني اللي سبحان الله الاذاعه المحليه اللي قال صرحت بها يعني سبحان الله وبحمده. اذا كيفاش تقول لي المواطن شكون يصدق؟ لي فاتوري يا اخي يعني قلت في بلي دار من الناس راهم قاعدين ينتظروا شكون يموت باش يحكم بالمكان تاعو في المستشفى. راك شفت في مستشفى بيرتراليا كيفاش داروا ان شابيتو، داروا خيمه لانه راهو كومبلي لوبيتال بيرتراليا، داروا خيمه واللي يجي ما يقدرش يحوزوه يديروا له الاكسجين. فاذا به الان خذا قرار السلطات قالوا لهم نحيوا الخيمه هذه. نعم الواقع انا نشوفه بعينينا يعني احنا ناطبة ولا نهدروا هو واقع. هذا موش يعني موش خيالي. هذا احنا نطالبوا من الناطق الرسمي تاع اللي يتكلم لنا على الوفيات اولا يذكر لنا عدد الاطباء اللي يموتوا كل يوم يعني اضعف الايمان يعني. طيب يا دكتور محمد نمين، ما رايك في ما قاله احد الدكاتره وهو مش مشهود له بالخبره والكفاءه؟ قال انه كنا في ارقام متدنيه وماشيين على الاقل نتحكموا في الوضع. اذا به جاء الاستفتاء على الدستور، السلطات سمحت لهذه التجمعات مره لا لندي مره لا فلان مره شخصيات، وهكذا كانت الناس بـ 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 بالمئات وربما اكثر اعداد فاتحين الاسواق، الامور عاديه جدا، سمحوا بالاعراس مره زواج مره ختان، الجنائز امور عاديه، المقاهي الاسواق. قالوا احنا حذرناهم من هذا الامر ولكنهم لم يسمعوا لنا. لان لما تشوف التصريح تاع الاداره تاع الرسمي يتناقض تماما مع الواقع. اذا فيه ايضا مسؤوليه يكملها المواطن. أيه. اكيد هذا مفروغ منه. ولكن لما المواطن يشوف باللي توبا بيان مدام لا ماركيز يعني راهي امور مليحه، هو ايضا حتى المواطن الثاني ما كانش صرامه يعني. وهذا البروفيسور بوزيد ونشجعوا ونحييه بالمناسبه اللي راهو لو شيف دو سيرفيس دو كونسيرولوجي في سونتر بيير ماري كوري، كانت عنده الشجاعه باش يقول الصح وقال راهي هذا لو نومبر دو كونتاميناسيون هذوما اللي زاد منذ بدايه ملي عطاو الرخصه للاحزاب المنبوذه، الاحزاب اللي يرفضها الشعب باش يديروا الحمله الانتخابيه للدستور اللي خرج ب 23%. نعم هما يتحملوا المسؤوليه والشعب مسكين راه ضايع الان. طيب ما هي القراءه، قراءه السلطات؟ هناك من ينتقدها الان يقولوا ما فهموش الوباء من الاول، ولكن كانوا يستهينوا، ما كانوش اعطوا قصه كبيره القضيه، كانوا هما مهتمين بالحراك هذاك الوقت، مهتمين بالحراك، اعطوا اولويه للحراك على حساب هذا الفيروس اللي انتشر بطريقه كبيره في الاول. وكانوا يقولوا حتى السيد التبور قال هذا في البليد اذا تذكر، انه من هون لافريل خلاص نكونوا قضينا على هذا الفيروس. معقول رئيس دوله يتكلم بالطريقه هذه؟ وهذا من الاسباب استاذ عثمان بارك الله فيك، هذا من الاسباب اللي خلى المواطن يتراخى يعني. على علم الولايات المتحده يعني يومي 100,000 كونتاميناسيون. العمر فرنسا راهي كونفينمون توتال. كيف يعني ناس امريكا يتقاسوا احنا ما نتقاسوش؟ يومي في امريكا 100,000 كونتاميني يعني. الوضعيه خطيره جدا، المستشفيات عفيش كومبلي. والاداره ما زالت في هذه اولا تاسست يعني صراحه. اليوم في الافانتور في الاعلام يتكلمون على البوليزاريو، احنا من الوقت اللي كنا ننتظروا يتكلمون على الرئيس، لان هذا الرئيس تاع الجزائر والرئيس راح بالخزينه في الدوله وحنا رانا مواطنين، نو سوم دي سيتويان نو سوم با دي سوجي، ما راناش في مملكه. من حق المواطن يعرف صحه الرئيس. اذا كنت تقول لي راهو رئيس حلال ورئيس شرعي وراح لالمانيا ومن حق الدوله تقدم له كل شيء يعني، ولكن في المقابل ايضا المواطن يحب يعرف هذا صحه الرئيس. واش رايح احنا تكلمني على البوليزاريو ولا تجيب لي الاحزاب المهروله وتقرا لي في وتدي لي التغطيه على الاحزاب المهروله بلا ما نذكروهم. طيب محمد امين يا دكتور، يا دكتور يا اخي عثمان يا نعم. دكتور ماذا عن الترويج؟ تذكر ذلك في الاسابيع الاولى انهم استنجدوا بالصينيين وجات واحد الفرقه طب من الاطباء والدكاتره المختصين من الصين وعتاد جديد واجهزه جديده، والسيد تبوني اذا تذكر قال انا نحن مستعدين باش نخرجوا مليارات ومليارات على حساب الصحه تاع بلادنا، وقال انه المنظومه الصحيه في الاولى افريقيا ومغاربيا ومن بعد جابها في الالمان.
6500 مليار على ما يبدو. إيه؟ وراهم هذوما 6500 مليار لما نشوفوا البي سي ار ما كانش في العاصمه. اللي ما تكلمناش من الام البواقي. الجزائر العميقه اللي فقدنا بالمناسبه 4 اطباء لحد الان، 400 ساعه فقدناهم في ولايه ام البواقي. رحمه الله عليهم. كلهم عن المشكل تاع الاكسجين. كلهم الاكسجين يعني. اذا هو يروح لالمانيا يروح يداوي في المانيا الخزينه هي اللي راهي تسلك. انا تكلمني عليه قول لي وري نحبوا نشوفوه. اذا على ما فهمت انا، على ما افهم الرئيس هذا اللي منذ 28 يعني اكتوبر وهو في المستشفى تاع المانيا ومازال ما راهوش صحته، راهي مازالت ما راهي مازالت كومبليكي معقدة، مازالت معقدة. دي سيكال ريسبيراتوار كومبليكيتد، كيما تكون دي سيكال سيريبرال نورولوجيك. انا ما نظنش انه احنا نتمنوا ان شاء الله الشفاء العاجل، ولكن اذا الاعلام ما وراوهش وما شفناهش راهي صحته مازالت يعني. ولا احنا نطلبوا من الاعلام تكون لي فور اون فوا تكون عندهم الشجاعه يواجهوا شعبهم. هذا الشعب راه ناضج، هذا الشعب راه في 54 فهم باللي لازم يخرج هذا الاستعمار الفرنسي. راه ناضج الشعب هذا. الى متى هذا الهوان هذا؟ الى متى وانتم راكم تخبيونا تهدرونا على البوليزاريو وتهدرونا على صلاه الاستسقاء؟ احنا ننتظروا في نتكلموا على الصحه ونتكلموا على تمام يا دكتور على التلاميذ. بعض النقابات راهم يطالبوا بغلق المدارس. بالضبط. راهو المواطن الجزائري مسكين ما فهمش لي ديزوريونتي. تمام يا دكتور. ما فهمش في صحته ولا في ولاده كيفاش يقراوا. سامح لي يا دكتور، وديت انه نضيفوا شويه وقت لكن ادركنا الوقت وهذا هو اللي لابد ان نرتبط بالوقت. شكرا جزيلا لك دكتور محمد لامين شيبان الطبيب في ولايه ام البواقي، شكرا جزيلا لك. استاذ محمد عيسى، قراءه هكا لارتفاع هذه الاصابات. عثمان، عنها اعداد عن نسبه كورونا في الجزائر لم تنخفض بتاتا، وطريقه التسيير التي رايناها منذ ما يسمى الموجه الاولى كانت خاطئه، حيث انه اعتمدت السلطه على حظر التجوال في الليل، وكأن الجزائريين يعيشون في الليل كمثلا فرنسا. صح. وأوروبا يعني يخرجون إلى المقاهي ولا المطاعم. الشعب الجزائري لا يعيش في الليل، نحن نعرف قلة القليلة من الشعب الجزائري تعيش في الليل، أغلب الجزائريين يعيشون في النهار، وهم بذلك عندما قلصوا مدة الخروج دفعوا بالعكس إلى الشعب الجزائري إلى الاكتظاظ. إذا أنت تعيش في الجزائر وتعرف بأنك يجب أن تدخل إلى البيت على الساعة الخامسة مساء فسوف تسرع وتذهب، وكل الشعب الجزائري يذهب في نفس الوقت لقضاء حوائجه، وهو ما يؤدي إلى الانتشار أزمة كورونا. هذا في المرحلة الأولى، في ما يسمى الموجة الأولى. الموجة الثانية، الجزائر لم تعالج بتاتا عنها الكورونا، لم تعنها متابعة الأزمة الصحية وفيروس كورونا، سقطت من الأجندة السياسية للسلطة، اهتمت بتمرير مشروع تعديل الدستور على حساب كل شيء، على حساب صحة المواطن، مستقبل المواطن، اقتصاد عنها الوطني. فالجميع كان ينتظر بأن تؤخر السلطة هذه عنها الورقة، عنها الورقة أو ما يسمى تعديل الدستور إلى وقت يسمح بفتح المجالات، فتح النقاشات، حتى ربما يتم تمرير هذا الدستور على أحسن وجه والمحافظة على الصحة العمومية. منذ تشهد أنه منذ تقريبا شهر أوت أو سبتمبر لم نشهد أي حملة تحسيسية لا في الوسائل العامة لا في الوسائل الخاصة، وبدأت مباشرة الترويج لتعديل الدستور. الاكتظاظ رأينا على حسب الفيروس. نعم. نعم، رأينا الاكتظاظ في حملات تعناها الترويج للدستور. وكورونا الآن أنا أظن بأن حتى الأرقام التي نقدمها 900 إصابة فهي أرقام طفيفة جدا. نحن في فرنسا نعيش 50,000 حالة في اليوم، ورغم هذا المحلات مفتوحة، عنها الاقتصاد مستمر إلى حد ما، لأنه لا نستطيع أن نحافظ على صحة المواطن ونغرق الاقتصاد. نعم، ونكسر الاقتصاد، فكلتا المعايير مهمين في رأس المسير. الجزائر لا تسير، والمنظومة التي تحكم لا تسير الوضع، بالعكس فهي تحاول المحافظة على نفسها. سأعودك سيد محمد. تحاول أن تنجو بنفسها كما نجا رئيسهم للعلاج في الخارج،
يجب أن نذكر بأنه الرئيس الوحيد في العالم الذي خرج من أرض من وطنه للعلاج في الخارج، وهي في حد ذاتها سابقة. كارثة. نعم، وهي سابقة فعلا. أعود لك سيد سعد، أكيد لديك ما تقول حول هذا الوباء، عافانا الله طبعا منه. نعم تفضل. المأساة، أنا نحيي الدكتور محمد لامين شيبان، ايه نتمنى له إن شاء الله التوفيق والزملاء، وهما قطاع في الواجهة صح. حقيقة الآن راهو خط الدفاع الأول بالنسبة له، وهما أمل الجزائريين. ما بقاش الجزائريين ما يعتمدوا غير على أطبائهم وعلى الموظفين تاع الصحة، ما بقاش معنا عندهم دولة ولا تساندهم. هذه الدولة هذه اللي الآن تقريبا عام قريب نوصلوا عندنا 8 شهور تقريبا، ومن اللي طرحت حكاية الأكسجين هذا، هل ما نجموش يحلوا المشكلة لو كان جاوا بإمكانهم يحلوها؟ علاش 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 ما يوفروش هذه الحاجة للشعب؟ ثم إذا كان ما عندهمش إمكانيات في المستشفيات، عندهم الآن لي زوتيل الفنادق راها فارغة وقاعدة هكاك ما كاش سياحة، يديروا ريكيزيسيون للفنادق وينفتحوا الأمور. هذا أمر خطير يضرب الشعب الجزائري في العمق. المفروض يديروا إجراءات غير 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 اعتيادية، يديروا ريكيزيسيون للسبيطارات لهذا الفنادق ويفتحوا بهم عملية العزل وعملية المعالجة. طيب يا أستاذ سعد، يا أستاذ سعد، هل فعلا وقفت على استهانة استهتار بهذا الوباء في بداية انتشاره في الأول لما كانوا يقولوا من هنا إلى أفريق خلاص نكونوا قد وصلنا إلى نهاية الأمر؟ هذو ناس ما همش قادرين يسيروا البلاد، هذو ناس ما همش قادرين يسيروا ديارهم، كيفاش يسيروا بلاد؟ هذو ناس ما عندهم حتى مستوى. الناس اللي يقول لك الإعلام لازم يكون كما الإعلام العسكري باه يكون وطني، هذو عندهم تصور للأمور الحديثة بالبلاد. هذو ناس فزوا البلاد، هذو ناس من 62 وهما يديو في البلاد الكارثة، ومازالوا ما فهموش باللي الشعب خلاص رفضهم. الآن 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 الشعب تركوه لمصيره، ربما لأنهم حسوا باللي ما دام الشعب ضدهم خلي يموت، خلي يعني عملية انتقام رخيصة من الشعب الجزائري بهذه الطريقة. لأن واش معناها الرئيس يروح يعالج بالخارج والمواطنين تاعو ما عندهمش حتى الاكسجين بالجزائر؟ واش معناها الكلام هذا؟ واش معناها؟ واش معناها؟ فعلا فعلا شيء اللي راهو يخرج الانسان من عقله. وهو كذلك استاذ سعد، انا اشاطرك الراي فعلا، وهو انشغال شرعي ومشروع. اشكرك على هذه الملاحظه المهمه في الوقت الذي يوجد فيه السيد تبون اعتقد الان 3 أسابيع في المانيا يعالج هنالك على حساب خزينه الدوله، فان المواطن الجزائري من مستشفى الى مستشفى اخر، هذا اذا لقي فرصه للعلاج في الوقت الذي هناك من المواطنين من يتحدثون عن ان الاطباء هنالك يقولون عليكم باجراء الفحوص اخرى عند اطباء اخرين، لأن هنالك عجز في هذه المؤسسات الاستشفائية، ولكن مطلوب منهم دفع مبالغ طائلة. من أين لهم بهذه المبالغ ليقومون بإجراء هذه الإجراءات التحليلات وما إلى ذلك؟ لهم الله سبحانه وتعالى. أستاذ محمد، نختم. أستاذ محمد، الجزائري إلى أين أمام هذه الأخبار، أمام هذه ما نسمعه حول مؤسسة الجيش، استفراد بالمشهد السياسي، انتشار فيروس كورونا بهذه الطريقة، الأرقام تتصاعد أمام أيضا كثرة الاعتقالات، لا ننسى هذا، للشباب، للحركيين، للنقابيين، لا ننسى هذا. كل يوم تسمع، اليوم سمعت أحد الشباب يقول حوالي 85 معتقلا في شهر واحد، في الغرب، في الوسط، في الشرق، في العاصمة. علاش؟ لأنه الناس هذوما قالوا تبون مرفوض فقط، فهما اتهموا بإهانة هيئة نظامية، وعلى أساس هذه التهمة الآن زوج بهم في السجن. ما قيل عن هذه التهمة يقال عن الإضرار بسمعة الجيش، تهديد الوحدة الوطنية، كل هذه المحاور علق لي عليها في دقيقتين رجاء.
نعم، هو ربما كلما زاد النظام هشاشة وضعفا كلما زاد خطورة وكلما زاد تجبرا وقمعا. النظام الآن وفي الوضع الحالي الآن ما بعد، خاصة ما بعد مرض تبون، هو في أخطر مراحله، لأنه ربما فقد الأسبقية التي كانت لديه في صناعة المشهد السياسي. هو الآن خسر كل هذه المدة التي صنعها منذ أفريل 2019 إلى ديسمبر 2019 أو حتى إلى اليوم، إلى تعديل الدستور، تعتبر مرحلة فوت فيها النظام وسقطت من رزنامة النظام، لأنه كل ما بناه سقط، ولهذا فهو دخل في مرحلة ارتباك يريد أن يغطي عن هذا الفشل الذريع الذي وقع فيه من خلال إعادة إنتاج نفسه بنفس الطريقة. هو الآن يندرج إلى مرحلة خطيرة جدا، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أزمة صحية التي لديها معناها تأثيرات اجتماعية واقتصادية. فالحكومات في العالم تعاني من أزمة كورونا هذا، ثم الجزائر من غير أزمة كورونا المدخول الوحيد للشعب الجزائري هو البترول، والبترول بسبب أزمة كورونا ومن غير أزمة كورونا يعيش، يعني أسعار البترول في مستوى متدني ولن ترتفع حتى معناها ربما عشرية المقبلة لن يرتفع، وهناك أمور كثيرة تغيرت، دخول أمريكا الغاز الصخري وغيرها. كل هذه المحطات الميزانية أو ما يسمى معناها الريزيرف دو شونج اللي عندنا، معناها العملة الصعبة التي هي الآن في ذوبان كبير، معناها المؤسسات، البنك الدولي، كل المؤسسات الاقتصادية تقول بأن الجزائر تدخل في إفلاس في بداية 2021. كل هذه المؤشرات تدعو الشعب الجزائري وخاصة السلطة والمؤسسة العسكرية إلى الرجوع إلى العقل، الرجوع إلى الى 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 الضمير وتحكيم العقل والضمير من حيث من اجل الخروج من هذه الازمه. فلن تستطيع الخروج وتسير الازمه المعقده لوحدها، وقد حاولت وفشلت. يجب ان تستمع للشعب، تستمع للطبقه السياسيه بضعفها باختلافها، لا مفر من التوافق وصنع التوافق. تمام استاذ محمد، تمام، لا بديل عن الشرعيه والمصداقيه والعوده للشعب من جديد. شكرا جزيلا لك سيد محمد بن عيسى البحث الأكاديمي والمحلل السياسي، وطبعا شكرنا موصول لضيوفنا الكرام سعد بوعقبة الكاتب الصحفي المخضرم، الأستاذ عبدالله هبون رجل القانون والمحامي والقاضي السابق، والدكتور محمد لمين شيبان الطبيب في ولاية أم البواقي، وخليفة قريشي نعتذر له لأنه صعب الاتصال به، عسى أن نعطيه فرصة في الأيام القليلة المقبلة. شكرا جزيلا لكم.